يبقى كتير من الشبهات. احنا اتكلمنا الدرس مش الاشكاليه اللي فات بتاع بل يريد الانسان ليفجر امامه، ان كتير من الشبهات وراها دافع شهوات، وفي جزء كبير ايضا من الشبهات سببه التصور الخاطئ عن الله، فبيبدا يسال اسئله غلط، ويبدا يعني ينفسن في علاقته بربنا، ويبدا يعني للاسف الواحد مش عايز يقرا لكم بعض الرسائل اللي بتجيله بيتكلم عن ربنا او بتتكلم عن ربنا لما تمر ببلاء كلام يعني هو مش زي ما ابن القيم بيقول ده مش فاهم يعني ايه ربنا، ولا فاهم يعني ايه الانسان في الدنيا، ولا فاهم يعني ايه التكليف في العبوديه، فبينتج كميه تشوهات نفسيه وتساؤلات واعتراضات. ليه؟ غالب هذه الاعتراضات السبب الرئيسي عدم الفهم. ذلك من مداخل إبليس المشهورة أنه يخليك تعترض على ربنا، ده مدخل من. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فإن لو، يقول اللي بيقعد يلولي كتير ده، فإن لو إيه؟ تفتح عمل الشيطان. يعني إيه عمل الشيطان؟ كان أظن كان في درس صغير في التراويح زمان ربع ساعة عن عمل الشيطان، وحاولنا نستقصي كلمة عمل الشيطان زي ما جت في سورة المائدة مع الخمر والميسر، وجت هنا في الحديث لما بتقول لو كأنك بتفتح الباب وتقول للشيطان تعال فاعمل. طب اشمعنى لو دي تفتح عمل الشيطان؟ ليه؟ ما هي لو اعتراضية، مش لو اللي ممكن تيجي انك بتحاول تستدرك امور فاتت دي ما فيش فيها مشكلة، وده الجمع بين ازاي في نصوص وردت عن نفسها قال فيها لو. لا، المقصد هنا لو اللي اعتراضية، لو اللي بتصنع الحسرة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لما قالوا لو دي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يبقى الحسرة دي ارتبطت باللولوة دي، لأنك تقعد تعترض. الشيطان عايزك تعترض على القدر وعلى الشرع. هو الشيطان أول مدخل دخله لسيدنا آدم قال له إيه؟ قال له بص، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. بيقول له أوامر ربنا ضد مصلحتك، أنا لو مكانك اعترض. أوامر، وهو اعترض، ربنا لازجد هو اعترض، فعايز الناس تعترض زيه. ده أهم مدخل شيطان، لا يزال الشيطان بالإنسان حتى يعترض على الله سبحانه وتعالى، سواء في الأمور الشرعية وده بقى مع العلمانيين أو مع بره الدين، أو على الأمور القدرية. طب أنت ما بتعترضش على الشرع، خليك تعترض على القدر، يجي لك من لو. ومن الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر بتنشأ الشبهات. لكن ليه التساؤلات دي؟ لأنه عدم فهم حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى. فإبليس راح لسيدنا آدم قال له ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال له الأمر ده بتاع لا تأكل من الشجرة ده ضد مصلحتك، وقاسمهما وحلف حتى صدقه آدم وأكل من الشجرة ففوجئ أن الأمر كان في مصلحته. كتير من الأوامر احنا بنقول ليه ربنا، ليه التشريعات المرأة كده، وليه تشريعات الرجل كده، وليه في كذا، فتيجي مجتمعات ترفض التشريع فيحدث بادئ ذي بدء انطلاق في الشهوات ومتعة ولذة عاجلة، فالناس تغتر تقول لك ايه ده، شفت لما سابوا الدين حصل ايه؟ لما يعيشوا بقى فترة طويلة يظهر آثار ترك ده، ويبقى مجتمع مشوه، مجتمع مسخ في قمة يعني المسخ والعياذ بالله الفطرة، وده واضح في كتير من المجتمعات الغربية. فالشيطان غرضه لو تفتح عمل الشيطان ليه؟ يعني الشيطان عايزك، من أهم مداخل الشيطان الاعتراض على الشرع أو القدر.